شكرا. احنا شوف تكون مبادرة في صالح الجزائر، في صالح الخدمة العامة للجزائر، وفي صالح ترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والتجول على السلطة، وتكون يعني يكون السلم في بلادنا. ومساعدة في إنسان تساهم معنا في المجتمع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله في إذا كان يعني اتجاه قلت المصلحة تاع الجزائر إحنا مستعدين إن شاء الله. بارك الله فيك.